انصاري، استشاري الطب التلطيفي. اليوم احنا نمثل مستشفى رؤية الحياة، نقدم هذه الفعالية بالتعاون مع الجمعية الثقافية النسائية. الفعالية هذه تهدف للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية في كيفية أداء هذا الفحص، وبنفس الوقت كيفية أداء الفحوصات الذاتية للنساء. مستشفى رؤية الحياة مقدم في هذه الفعالية محاضرات عن طريق أطباء متخصصين، كذلك عندنا بوثات لشرح ما هي الخدمات المقدمة لأي امرأة تكون معرضة لهذا المرض. الخدمات اللي موجودة عندنا خدمات الرعاية المنزلية للسيدات، بالإضافة إلى الأسنان، الطب الطبيعي، المساجات، باقي التخصصات كلها مشاركة، بحيث أن تقدم كل الدعم والرعاية حق مرضى السرطان وبالذات سرطان الثدي. كذلك مسوين احنا عروض عن طريق مستشفى رؤية الحياة للنساء اللي تحب انها تسوي فحص الماموغرام، في لهم خصومات خاصة وتوزيع بروشورات. حياكم الله اللي يحب يشارك في هذه الفعالية للاستفادة، والله يحفظ الجميع.